وقد كان سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مودعي فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق لدى مغادرته البلاد صباح اليوم، مختتما زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين. وكان الرئيس التونسي أجرى خلال الزيارة مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تناولت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والعربية. كما كان في الوداع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، والسيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق، وسعادة السيد محمد بن يوسف السفير التونسي لدى المملكة.